صباح الخير. علمي بنتك تقول من فضلك، علمي بنتك تقول انا اسفه، علمي بنتك تزين الكلمات بالكلمات البسيطه كده اللي احنا افتقدناها في اليومين دول في السوشيال ميديا بشكل عام. بدانا نحس ان السوشيال ميديا بدات كده تدخل لنا حاجات ما كانتش عندنا. علمي ولادك ما يتكلموش بملامح وشهم، ما يرفعوش حواجبهم، ما يكشروش مناخيرهم، ما يشفطروش بقهم كده لقدام كده. احنا افتقدنا الحاجات دي. انا فجأة كده بعد ما عديت او تخطيت سن 30 بسنتين تلاتة كده، اكتشفت بقى حاجة جديدة قوي. اكتشفت ان الولاد والبنات بقوا اكثر تبجح، بقى عندهم بجاحة ما كانتش عندنا، بقوا بيتكلموا كده بطريقة بايديهم بملامح وشهم. ما بقوش يقولوا المصطلحات انا اسف، من فضلك، شكرا، الحاجات الحلوة.